السؤال بس اللي بيشغل بالي، هو في فعلا من قال اللامذهبيه في المتاخر، يعني في العصور المتاخره، من طلع وقال كده الفقه اللامذهبي هكذا؟ لا، انا لا ارى هذا. حتى الكلمه التي نسبت للشيخ الالباني، وانت تعرف ان انا من اكثر المهتمين بتراث الشيخ وكلامه. تمام. الشيخ الالباني في بعض المواطن التي راى فعلا، الشيخ الالباني ظهر في عصر كان في تعصب مذهبي غير طبيعي، انك تجد الحنفي اللي يصلي ورا الشافعي، والشافعي اللي يصلي ورا الحنفي. وهو نفسه اصلا درس الفقه الحنفي. تمام. درس الفقه الحنفي في البدايه وتدرج فيه بصوره معينه، ولما كان يسال كيف يساله طالب من الطلاب كيف ادرس الفقه، قال له يمكن ان تدرسه على طريق الشافعي، وكان يرى ان مذهب الشافعي مذهب عظيم، وان الشافعي يعني من العقليات الضخمه اللي يستفاد منها في كما يقول احمد رحمه الله تعالى ليحيى بن معين، اذا فاتني الحديث بعلو ادركته نزول، واذا فاتني عقل هذا الفتى لا اجد مثله. فرؤوس التيار الشعبي يا مولانا اصلا هم درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه. تمام. درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه، يعني ربما شذ واحد او اثنين، لكن الرؤوس الكبار، لو احنا اخذنا مثلا شيخ ابن عثيمين او الشيخ السعدي او هؤلاء الرؤوس الكبار، لا، درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه وكانوا يحدثون عليه. تمام. فتجد واحد او اثنين فقط الذي قال بهذه طب دائما